عن قراءة جيدة لقدرات الفريق النيجيري. كرة ما كانش تسلل، جيسي وانضم، جول أول، هدف رائع جدا. جيسي وانضم يسجل الهدف الأول في وقت أقل ما يقال عنه أنه مناسب. الدقيقة الثامنة، جيسي وانضم مسجل الهدف الأول في مرمى الحارس جويل تشوفولوس، وفرحة كبيرة جدا لمناصري الوداد. 40,000 حنجرة تصدح بصوت واحد بالهدف الأول لنادي الوداد، هدف سيفتح المباراة على ما هو أفضل في انتظار أهداف أخرى وللإعادة مجددا. كرة لعبت بشكل ممتاز جدا، جيسي وانضم كان من دون رقابة والكرة لعبت بشكل ممتاز جدا. أظن من يوسف رباح لعب جيسي وانضم ليوضعها أمام الحارس النيجيري جويل تشوفولوس اللي كان متقدم، وذكاء كبير جدا من طرف جيسي فابريس اوندما الذي يعود بحس تهديفي كبير في اخر مباريات الوداد بالبطوله الوطنيه واليوم بدور ابطال افريقيا يسجل الهدف الاول بشكل رائع جدا. ما كانتش حاله تسلل بشكل كلي في خط ظهر الفريق النيجيري. تتواصل المباراه بهدف اول، يتواصل النزال اليوم بأولى الأهداف بين الوداد الرياضي ونادي كارو بيلارز. تمنوا من الوداد أن ترفع الإيقاع وتواصل بنفس النهج اللي مشات به منذ الدقيقة الأولى، ضغط على مرمى الحارس جويل تشوفولوس. على أي حال فريق قادم من نيجيريا يلعب أمام الوداد.